تأثير الأم بضل واضح على أطفالها وعلى شخصيتهم، كذلك تأثير المدن بضل واضح على شخصياتنا ونضل حاملينه معانا على طول. بالنسبة لعلاقتي مع المدينة الأصل، اليوم هي باتت ذكرى. كان عندي وجود، كان إلي مكان بهذا المجتمع، وأحلام وأمنيات معلقة كان ممكن تتحقق لو ما صار يلي صار. الأمان أمر مهم جدا، إنه على الإنسان لما يفقد شيء مرة واحدة يبطل قادر على إنه يخلقه مرة تانية. التغيرات الجو هالقصص أثرت بشكل سلبي علينا كأشخاص متعودين على محيط معين، على مناخ معين. بما يخص موضوع الشغل، وإني تأخرت جدا لحتى قدرت كمل طريق الدراسي، هي من أكثر الأمور يلي حسيت إنه أثرت بحياتي بشكل سلبي. قدرت كمل دراستي بالنهاية، هذا الشيء في مرحلة من المراحل بطلت مدينة دمشق قادرة إنها تعطيني إياه. الجوانب اللي تغيرت بشخصيتي هون، بطلت قدس الأماكن أو الأشخاص، صرت متأكدة إنه المكان الشخص وكل شيء قابل للتغير جدا، قابل للزوال. ممكن المكان المقدس بالنسبة لنا تحول بين يوم وليلة للمكان اللي بنشوفه بكوابيسنا.